بايدن يأمل التوصل إلى هدنة قبل شهر رمضان. إذا ابقوا معنا للمزيد من التفاصيل وآخر تطورات من غزة بعد ثواني قليلة. أهلا بكم مشاهدينا. إذن برنامج اليوم بأخبار جديدة، فقرات جديدة ومتنوعة، ولقاءات كذلك مع ضيوف مختلفين في كل مرة من حلقاتنا. إذن في جو الحذر الذي يخيم على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما بعد مأساة شارع الرشيد شمال غزة، والتي طبعا راح ضحيتها أكثر من 115 فلسطيني كانوا ينتظرون طبعا شاحنات المساعدات. هذا الخبر سنتحدث عنه بالتفاصيل بعد قليل وآخر مستجداته، لكن دعونا نسلط الضوء عن ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله بالتوصل إلى هدنة، وهذا بحلول شهر رمضان المبارك أو قبل شهر رمضان المبارك. للحديث عن آخر المستجدات دعوني أرحب وإياكم بزميلتي يارا. أهلا يا يارا. صباح الخير رشا. صباح النور. ما الذي قاله بايدن؟ هناك تنديدات دولية، وبايدن يقول أنه من المهم جدا ومن الضروري جدا أن يكون هناك وقف إطلاق النار طيلة فترة شهر رمضان المبارك. صحيح، يعني بايدن يعرب عن أمله بالتوصل إلى هدنة، لكنه يقول في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة قد لا تتمكن من التوصل إلى هكذا هدنة قبيل رمضان، وهذا ما سننتظره خلال الأيام المقبلة لنكتشفه. السؤال الذي يبقى مطروح يا يارا، هل ستخضع ربما إسرائيل لهذه القرارات وهذه الضغوطات الدولية، وخصوصا من طرف واشنطن الداعم الأول لإسرائيل؟ يعني ليس من المعلومة إذا كانت ستذهب إسرائيل باتجاه الجلوس على طاولة المفاوضات مجددا، خصوصا أنها معرقلة في الفترة الأخيرة والأيام الأخيرة مع حماس، وهذا ما تشير إليه العديد من التقارير الصحفية. إذا أردنا العودة قليلا إلى تصريحات بايدن حول هذه الهدنة، فقد أكد بايدن أن بلاده ستبدأ أو فيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها أو التي ستقدمها الولايات المتحدة إلى غزة. نعم، فقد أشار بايدن إلى أن بلاده ستتعاون مع أصدقائها في المنطقة، لا سيما الأردن ومصر، من أجل إنزال المساعدات أو إسقاطها جوا إلى قطاع غزة الذي يرزح سكانه تحت وطأة أزمة معيشية كارثية رشا كما نعلم. طبعا هناك العديد من الدول التي قامت مؤخرا في الأيام القليلة الماضية مشاهدينا بتنفيذ عمليات إنزال جوية عبر الجو في البحر وعدة مناطق أخرى لتقديم مساعدات. هذه المساعدات جاءت بشكل مختلف يا رأى هذه المرة، فهي مساعدات مباشرة إلى أهالي غزة، لكن هناك صعوبة في تلقيها أو حتى ربما في توزيعها بشكل عادل. وفي ذات السياق دعت الأمم المتحدة ودول عدة إلى هدنة في قطاع غزة لأسباب إنسانية، مطالبة كذلك بإجراء تحقيق بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مدنيين فلسطينيين. تحدثنا يوم أمس على هذه الحادثة، المجزرة التي وقعت في قطاع غزة وتحديدا مجزرة دوار النابلسي. نعم. التي راح ضحيتها أكثر من 115 شخص، 115 فلسطيني، عند تقديم المساعدات لهم كان هناك تجمع. بارح كان العدد أو يوم أمس كان العدد 110 أشخاص، اليوم ارتفع إلى 115 أشخاص. جدير بالذكر يارا، يجب أن نذكر أن هناك الكثير، أعداد هائلة من الإصابات كذلك جراء هذا ما حدث يوم أمس، هذا الهجوم في ظل المعاناة والمأساة الحقيقية والنقص الكبير فيما يخص مجال الصحي والقطاع الصحي
في غزة. نعم، ولفت أن فريق من الأمم المتحدة رشا كان قد زار المصابين الذين سقطوا بالأمس في هذه الحادثة المؤلمة في دوار النابلسي، وقالوا أن العديد منهم كانوا قد أصيبوا بأعيرة نارية، وهذا ما يشير إلى الرواية التي تتحدث عن أن إسرائيل أو الجنود الإسرائيليون هم من أطلقوا النار على من تجمهروا للحصول على المساعدات الإنسانية، ولكن بالمقابل الجيش الإسرائيلي يصر على أنه لم يطلق النار وإنما كان هناك تهديدا، وهذا ما اضطر الجنود للتعامل معه، ولكن إطلاق النار لم يكن واسع النطاق كما ذكر الجيش الإسرائيلي. كيف قتل 115 شخص؟ يعني هناك يعني يقولون أن هناك سيناريوهات كما ذكرت. نعم، ولكنهم يقولون أن هناك كان هناك تدافع أو ربما الشاحنات أدت إلى دهس من توافد إلى هذه المنطقة. طيب، في خبر آخر من غزة إلى لبنان، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق النأورة جنوب لبنان. نعم بالفعل رشا، وقد أعلن حزب الله أن ثلاثة من عناصره لقوا حتفهم في هذا الهجوم. قادة في حزب الله؟ ليس من المعلومة إذا كانوا قادة، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن أحد الأشخاص هو مسؤول كبير في حزب الله، ولكن حزب الله كان نشر أسماءهم وصورهم، ولكنهم يبدو أنهم مجرد عناصر تابعة له. الجدير ذكره أن الضربات الإسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي أدت إلى مقتل أكثر من 200 عنصر أو مقاتل من حزب الله، إضافة إلى 50 مدنيا تقريبا في لبنان. وأشار حزب الله هذا الأسبوع إلى أنه سيوقف هجماته إذا توقف الهجوم الإسرائيلي في غزة، أنه ربط ما يحصل في جنوب لبنان مع ما يحصل في غزة، ولكنه أشار أيضا إلى أنه مستعد لمواصلة القتال إذا استمرت الحرب في غزة. وكان أيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي قد ربط أيضا بين مسألة لبنان ومسألة غزة. أما من الجانب الإسرائيلي فقد كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد لفت إلى أن إسرائيل تخطط لزيادة الهجمات على حزب الله حتى في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لكن غالانت ترك الباب مفتوحا أيضا أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لتحقيق هدف إسرائيل المتمثل في انسحاب مقاتلي حزب الله من الحدود، وبالتالي عودة الإسرائيليين الذين يقطنون في الأماكن الشمالية. طيب، ننتقل إلى إيران كذلك، أين أقيمت الانتخابات يوم أمس طبعا، وعلى الرغم من كل دعوات المسؤولين التي الإيرانيين طبعا التي أطلقوها قبيل هذه الانتخابات يعني خلال الأيام الماضية طبعا من أجل حث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية، فإن النتيجة لم تكن مرضية. حدثينا عن نسبة المشاركين في الاقتراع، وكذلك حدثينا ما هي الأسباب، حدثينا عن الأسباب. نعم. لماذا امتنع الشعب الإيراني عن التصويت وعن هذه الانتخابات؟ نعم، إذا أردنا التحدث عن نسبة التصويت ففي الساعات العشر الأولى من بعد فتح أبواب مراكز الاقتراع كانت نسبة الاقتراع قد وصلت إلى نسبة التصويت والمشاركة قد وصلت إلى 27% رشا، ما يعني أن الشعب الإيراني أو الناخبين الإيرانيين غير متحمسين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم. وبالنسبة لليوم الذي اليوم أي ما بعد الانتخابات، فكانت بعض التقارير غير الرسمية قد أشارت إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الإيرانية قد وصلت تقريبا إلى نحو 40%، وهي النسبة الأدنى منذ عام 1979. ماذا عن أنشطة إيران في المنطقة؟ كل ما تقوم به، حربها بالوكالة وتمويلها لعدة طبعا الحوثيين ميليشيات مسلحة،
هل أثرت سياستها ربما الخارجية على الانتخابات في البلد؟ نعم رشا، يعني انشغال السلطات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني في كل ما يجري بالمنطقة واشتراكه في العمليات ضد الأمريكيين وضد الإسرائيليين عن طريق وكلائهم ربما أدى إلى غض النظر عما يجري داخل الأراضي الإيرانية، خصوصا أن الشعب الإيراني يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية ومعيشية قاسية. وإذا أردنا التحدث عن أسباب التي تمنع الشعب الإيراني عن مقاطعة عن مشاركة في الانتخابات ومقاطعتها، فهذا يعود إلى الأزمة المعيشية التي يعاني منها في الفترة الأخيرة، فضلا عن التشدد الذي تمارسه السلطات الإيرانية في مختلف النطاقات والقطاعات، كان من ناحية التعبير، حرية التعبير، حرية الرأي، بالإضافة إلى التشدد على النساء لا سيما لجهة إلزامية الحجاب، وهذا ما تعاني منه النساء الإيرانيات كذلك. يعني مع مرور الوقت وحتى مع الضغوطات التي يمارسها المجتمع الدولي فيما يخص حقوق المرأة في إيران، لكن لا صوت لمن تنادي. يعني إيران لا تزال تقمع النساء، صحيح السلطات الإيرانية لا تزال تقمع النساء في إيران، لم يتغير شيء حتى بعد الاحتجاجات في 2020. صحيح، يعني طهران وإيران بشكل عام تتحول إلى بلد يصعب على النساء أن يعيشن فيه، وهناك العديد من التقارير التي تشير إلى رغبة النساء في تحدي السلطات على الرغم من كل التشدد الذي يعانين منه والملاحقات والسلطات سجن، وحتى قد وصل الأمر إلى صعوبة ربما القيادة والعمل وكل نواحي الحياة المرتبطة بهذا الأمر. إذن أكثر من 50 سجينة عندما نتحدث عن النساء في إيران، دخلنا في إضراب عن الطعام، أوضاع مأساوية تعيشها النساء في إيران. فبمناسبة أننا دخلنا ربما سندخل في الأيام المقبلة، اقتربنا من 8 من مارس، يجب الحديث عن هؤلاء النساء وكل النساء حول العالم، خصوصا اللي يعانوا بشكل كبير جدا من القمع والظلم حتى بعد سنوات. احنا في 2024 ولا تزال بعض النساء يعانون من هذه. صحيح، حتى أنهن منعنا من استخدام الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي ونحن في العام 2024، وهذا ربما سبب كاف لمقاطعة الانتخابات، خصوصا أنه من غير المتوقع أن تحدث أي تغيير على المستوى السياسي. شكرا لك يارا على هذه المداخلة وكل المعلومات. إذا مشاهدينا ننتقل إلى فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى لدينا من أخبار. أهلا بكم من جديد. الموزايك حرفة دمشقية غاية في الجمال والإبداع. صنف الموزايك من أقدم الفنون التصويرية ويعد نوعا من أنواع التصوير أو الرسم. هذا يقوم على أساس تغطية المساحات اللونية بواسطة قطع صغيرة الحجم مختلفة الأشكال، فمنها المكعب، المثلث والسداسي، وهو من الفنون المنتشرة في محلات دمشق القديمة المحتفظة بتراثها وحضارة بلادها. دعوني أتحدث عن هذا الفن الأصيل. معنا في الاستوديو جواد ظريف، وهو مختص في حرفة الموزايك وصدفيات وورثها عن عائلته أبا عن جد. أهلا وسهلا يا جواد. يا أهلا فيك، نورتنا اليوم. شكرا كثير لكم ولاستضافتكم الحلوة. أتمنى أنه الناس تشوف القطع الجميلة اللي محطوطة عنا اليوم في الاستوديو، في استوديو برنامج اليوم، لأنها فعلا أنا تمكنت أني أشوفها قبل البرنامج وقبل الحلقة في الكواليس. يعني أتمنى لكم أنكم تشوفوها عن قرب وتفاصيلها إلى أي درجة مصنوعة يعني بشكل ممتاز،
ويعني فعلا هو فن يجب المحافظة عليه. حبيت نبلش أو نبتدي كلامي بهذا الشيء. شكرا كثير. أو العفو بالعكس، هذه الحقيقة. طيب حدثنا عن الموزايك، أنت بتعتبره فن؟ الموزايك الدمشقي يعني لو في شيء كلمة تعبر عنه أكثر من الفن بقول لك إياها. في كثير فنون، هذا الشيء تاريخ، شيء فعلا روعة. يعني هلا أنت القطعة شفتيها على الواقع قبل قبل التصوير وشفت ردة فعلك عليها. الموزايك الدمشقي هو شيء من تاريخنا العربي وخاصة السوري الدمشقي. فن جميل جدا، حرفة يدوية بالكامل. تاريخها قد جدا قديم، 600-700 سنة أكثر ممكن. انشغلت بطرق تانية، صار عليها إضافات جميلة بال 1800 وشيء. ومن وقتها صارت تدرس عنها والشباب يهتم فيها أكثر وتصنعها أكثر وتشتغل فيها. فهي شيء من التاريخ الدمشقي. أنت اللي شو حببك في هذا الفن وفي هذه الحرفة وفي الصناعة؟ أنا اللي حببني فيها بصراحة شغلتين. الأولى منهم عم عبر شيء عن شخصيتي، عن هويتي. هذا الموزايك الدمشقي هو هويتنا كدمشقيين، كسوريين بالعموم وكعرب عامة، شيء من تراثنا العربي. فهذا الشيء اللي حببني أني أشتغل فيها. والسبب الثاني صراحة مصلحة والدي وأبائي وكذا. طيب كيف قررت أنك تجي على دبي تعمل البزنس في دبي، تعمل شغلك في دبي وتنقل هذه الحرفة وتنقل الفن هذا إلى دبي وين في كل الجنسيات اللي ممكن تكون في العالم؟ هي الفكرة اللي بدي أقول لك عليها. نحن في دمشق شغالين من هالشيء من 1900، ووالدي وقبله كمان شغالين فيها. جيت حبيت أنقلها على دبي لفكرة الجنسيات الموجودة هون. أنا الشيء فعلا بحبه، الشيء أخده صحيح تجارة بس أخده عن هواية، عن حب. فأنا بستمتع جدا لما عم بعطي الأشخاص والجنسيات المختلفة والثقافات المختلفة عم عبر لهم عن ثقافتي. وهي فعلا شيء جدا مميز، شيء جميل. فجيت لهون لحتى أنشر هالثقافة هي أكثر ولحتى نكمل الشغل فيها. أنا انبهرت بالشغل. أنا بحب بالزاف القطع اللي تكون شوي فيها تاريخ، فيها مشغول أو مصنوعة يدويا، فأنا كثير بقدر هذا الشيء. مع أني أنا متعودة لما شفتها كنت مبهورة، مع أنه متعودة نشوفها، شوفها في المسلسلات أو نشوفها في المحلات مثل ما قلت. ماذا عن السياح، يعني الأجانب لما يشوفوا هذه القطع لأول مرة، كيف بتكون بالعادة ردة فعلهم؟ أنا هذا اللي بيوصل لي حقي من وجودي في دبي بصراحة، ردة فعل السائح لما يشوف هالقطعة ويعجب فيها. السائح وقت شاف هالقطعة هاي، أو الشخص اللي ما بيعرفها شاف القطعة هاي لفتت نظره بالبداية. ليش لفتت نظره؟ ما بيعرف شو هي، ولا بيعرف كيف مصنوعة، ولا بيعرف أي تفاصيل عنها. لفتت نظره بشيء واحد، ألوانها دقة، فيها دقة مميزة، فيها روح معينة يلي هي ما بتطلع بشغل الماكينات. يعني كسائح عم نحكي، بس شاف هالقطعة وقف، شافها، بس حكيت له عنها، بس عرفته كيف نشتغلها، عرفته بهي التفاصيل شو هي، عرفته بالودة اللي بتاخدها القطعة لتصير، عرفته بتاريخها وشو ليش هي مش من تقاليدنا العربية. جدا عم يكون عليه ردة فعل أنا كثير مبسوط فيها. طيب أنت فهمنا اليوم. أوكي. كيف واحد، أنا شفتها جميلة جدا القطعة، لكن اشرح لي إياها أكثر. الموزايك الدمشقي فكرته أنه نحن نسوي هذا التصميم بدون ما نستخدم تلوين، بدون ما نستخدم ماكينات، يكون حرفة يدوية، نطلع قطعة مميزة أكثر. الفكرة الأساسية من الموزايك هي جاي من كلمة فسيفساء. بتشوفي الفسيفساء كيف كانوا يشتغلوا على الرخام والأرضيات والبحرات اللي بالبيوت القديمة، هي فكرة الفسيفساء من الرخام. نحن سوينا هذا الشيء على مبدأ الخشب، على مبدأ الخشب نفس المبدأ تماماً. كنا ننزل على غوطة دمشق، أنواع الخشب طبيعية جداً وألوانها مختلفة، فنستفيد من هالفكرة هاي نجيب أنواع خشب مختلفة، مثل خشب زيتون، خشب مشمش، خشب جوز، أنواع عديدة. مثل قطعة صغيرة مثل هاي ما بنستبعد يكون فيها أكثر من 10-15 نوع خشب. تنوع. تماماً. كل نوع خشب عنا له درجة لون مختلفة. نحن هاي الفكرة صنعنا منها الموزايك، طورنا فيها وسوينا الموزايك. فالقطعة هي بشكل مناسب. أكيد تفضل. الفكرة هي بشكل أساسي جبنا أنواع الخشب من أنواع مختلفة، قطعناهم لقطع جدا صغيرة وبشكل يدوي حطيناهم بهذا التصميم. الفكرة في تكنيك صغير هون بالموزايك الدمشقي. الفكرة أنه نحن بس سوينا بحكي لك كمراحل. أول مرحلة اللي هي حنجيب الأنواع المختلفة من الخشب، المرحلة الثانية نقطعها لعيدان طويلة. قطعناها لعيدان بقطر صغير مثل هيك. بعدها حنجمع، هي نحن هذا الشيء بنسميه نجمة، وهي نجمة، وهي نجمة.
نجمات مختلفة، كل شكل مزيك الصغار. تماماً أوكي. كل شكل مزيك هو نجمة، هاد غير هاد غير هاد. الفكرة أنه نحن المرحلة الأولى جمعنا الخشب، المرحلة الثانية قطعناهم لعيدان، والمرحلة الثالثة جمعنا العيدان لنسوي هذا التصميم. صار عندنا نجمة الموزايك. بعد هاي النجمة نحن رح نجيبها ونقطعها بسماكة تقريبا هي ميلي. هي نجمة الموزايك، هي نجمة الموزايك. طيب يلي بالنص. هلا بعدها ضفنا شيء حوالين هاي النجمة، ضفنا شيء لحتى يعطي فخامة اكثر للصندوق، انه هو عادة نستخدم كصندوق مجوهرات، فلازم يكون شيء افخم. نضف له الصدف البحري، هي القطع البيضاء اللي هي تندقدق بالصندوق، خلص ثبتت مكانها. بعد رجعنا بدنا نضيف تفاصيل اكثر، ضفنا نجمة ثانية من الموزايك، نجمة ثالثة، نجمة رابعة. أنا حسيت من كلامك، من كلامك حسيت إنه سؤال جيد يا أحمد، سألني إذا كان في استخدام للألوان. ما في استخدام للألوان؟ ما في استخدام للألوان أبداً. أبداً. في أفكار أحياناً نحن لنضيف تصاميم ممكن نعمل شيء مثل هيك. طاولة الشطرنج، هي مثال عن طاولة الشطرنج يلي أول ما حدا يسمع بطاولة زهر بيتذكر طاولة زهر السورية أو طاولة الشطرنج، لأنها مشهورة أكثر شيء مشهورة بسبب التقنية العالية، نفس فكرة الموزايك اللي عم نسويها بالطاولات الزهر. هلأ شوفي، أحيانا عندنا فكرة صغيرة هون، أحيانا منشوف في لون أخضر في لون أحمر. أي طب نحن بالطبيعة ما عندنا لون خشب أخضر أو لون أحمر. ومثل ما قلت لك نحن ما بنستخدم تلوين، فشو الفكرة اللي بتصير؟ بنستخدم أنواع من الخشب بيكون لونه جدا فاتح، مثل هالأنواع هاي لونه فاتح، تركناها بمحلول مخصص يعني لهالشيء، قطعناها لقطع صغيرة بداية، حطيناها بمحلول معين، بعدها ضفنا له اللون، فالخشب بمص اللون ما بيتلون. الخشب بمص اللون، مثل انه صار عندي الخشب كله اخضر. هلا هي ضل انا عم كسرها لبكره بضل خضرة لجوا جوا، انه متروكه بهذا الماده اللي فيها اللون والخشب مص اللون، يعني هي مو تلوين، هي تكنيك صغير انه لحتى يصير عندنا انواع مختلفه من الخشب، مثل الاحمر احيانا، مثل الاخضر احيانا، بيكون في زهري وردي. ولاحظت انك ما بتستعملوا كثير الالوان في في في, في القطعه. 100% 100%. هي اصلتها اصل الحرفه ان نحن نستخدم انواع الخشب الطبيعيه. عندنا انواع خشب بالطبيعه سبحانك يا ربي، انواع مختلفه وانواع مختلفه جدا والوانها مختلفه، وحتى يعني خصائصها مختلفه، قساوه وكذا، فنحن بنستفيد من هالفكره ونسوي التصميم. شو هي القطعه اللي ممكن تاخذ وقت كثير؟ انا شفت، انا كنت رح نقول هذا القطعه لانه حسيت انه فيها كثير تفاصيل وحكيت عن كثير تفاصيل عنها، بس بعدين شفت طاولة الشطرنج غيرت رأيي. لسه لازم نشوف المفروشات الدمشقية. كلها باليدوية تكون تسوى. نفس هالمبدأ هذا. شوفي الفكرة الموزايك هي حلاوتها بشيء. أنا شايفة المبدأ اللي سوينا فيه نحن هذا الصندوق نفسه قادرين نسوي فيه طاولة الزهر، نفسه قادرين نسوي فيه المجلس كامل. فهي الحرفة بأصغر تفصيل بتبين. بعدين نحن عنا حجم كبير منكبره. عم نشوف الصور، عم نشوف الصور جميلة جدا لمختلف القطع اللي ممكن تعملها. لو ما كان الاستوديو ربما صغير كنا جبنا كثير من الأشياء. حتى المرايا فكرة جميلة، إنه الواحد يعمل وتكون عنده قطعة مرايا وفيها موزايك مشتغلة، مثل ما قلت لك نقدر بزاف الشغل اليدوي. حكينا طيب عن القطعة الثانية وحمل المصحف الشريف. هلا نحن الفكره اللي كنا شغالين عليها انه نحن مو بس الفكره انطرحت اول شيء بدايتها كمجالس، كمفروشات، كتخت سرير، كخزانه، كانت تنهدى هي الشغلات للسلاطين وللملوك من زمان. نحن طورنا عليها اكثر، وكانت كمان مشهوره جدا بصناديق المجوهرات. كان لازم الشاب ياخذ معه صندوق مجوهرات، صندوق لزوجته كانت تحط فيه الملابس قبل، كمان كان صندوق كبير. الفكرة أنه نحن شغالين بكتير شغلات بهالمجال هذا بالموزايك، يلي هو تبدأ من صندوق الخاتم، صندوق الصغير، تنتهي ببيت كامل. من الأسقف، من الجدران، بالتفاصيل كلياتها. كمان نفس المبدأ مسوين الصواني، مسوين هلأ هون عنا شيء مختلف قليلاً اللي هو النقش. هلأ هون ما في عنا الموزايك، هون عنا النقش الفاطمي مع الصدف. هي تحفة فنية جداً رائعة. كمان هيك شيء هدول نستخدم فيهم خشب الجوز. خشب الجوز من أقصى أنواع الخشب وأفضلها للحفر. هذا كله ياتو بيكون حفر يدوي بالإضافة للصدف. جميل جدا، جميلة القطع، جميلة جدا. فهل أنتم بتقترحوا القطع هذه ممكن تعملوها كمثال للناس يشوفوها في المحلات أو عندكم، أم ممكن يجيك ربما زبون يحب هو قطعة معينة وأنت تعطيه أفكار وتتأقلم مع أفكاره؟ تماما. هلأ نحن بصراحة في عنا مبدئين لهالشيء، أو فينا نقول ثلاث أفكار. الفكرة الأولى انه عنا هذا الشيء، قلت لك مثل ما خبرتك انه شغالين عليه من 600 700 سنه. فنحن عنا قطع اصليه قديمه، فنحن ممكن نقلد هي القطع.
نفس التصميم نفس كذا بس يعني صناعة جديدة يكون نفس التصاميم القديمة، التصاميم الأصلية بنسميها، وكان كل تصميم منهم له مثلا هذا بالعصر الفاطمي، هذا بالعصر الكذا، يعني لهم عصور مختلفة. أو ممكن الفكرة الثانية، الموزايك هو فن، الفن فيه ذوق، فيه كل شخص هو عم يشتغله عم يشتغل شيء مميز عن الثاني. فالفكرة هون أنا ممكن في من مختص بالرسم، في من مختص أنه يسوي التصميم ما يشتغل بيده بإيده يرسم التصميم وبعدها الحرفيين يشتغلوا هاي يسووها على مبدأ الموزايك. فنحن عندنا فكرة تقليد القصص القديمة الأصلية، ممكن فكرة الشيء الجديد اللي واحد شخص يقعد يرسم، شخص مزوق يكون يرسم هاي الشغلات من جديد ويرجع يسوي تصميم جديد، ممكن على طلبات الزبون، بس الزبون كمان غالبا جايب تصاميمه من تصاميم قديمة. نرجع للفكرة الأولى، بتحس إنه الناس لساتهم مهتمين بهي القطع بهذه الحرفة، مهتمين إنه يشتروها ومهتمين إنه يكونوا كذلك يشتروا قطعة منها، أو مهتمين كذلك إنه يجمعوها أو حتى إنه يشتغلوا فيها. هلأ بوقت من الأوقات أنا وبرأيي الشخصي حسيتها خفت شوي، بس رجعت بهالفترة هاي فينا نقول من خمس سنين عشر سنين، أقل خمس سنين فينا نقول، رجعت تنتشر أكثر. نحن بتطور رهيب من الماكينات من المصانع العملاقة من كل شيء، العالم اجت بوقت من الأوقات تلحق كل شيء جديد، بعدين صارت ما عند القدرة تلحق كل شيء جديد. فرضا على سبيل المثال أي شيء تكنولوجيا، كل يوم له ألف تطور. العالم رجعت تحب الشيء القديم، الشيء اللي هو من التاريخ. تماما. مثلا هاي القطعة هلأ في حال مثلا حدا عنده مناسبة معينة، بدل ما يأخذ قطعة مثلا تكنولوجيا اللي اليوم هي تريند، اليوم هي حلوة كتير، بعد الشهر صارت قديمة، صار ما لها طعمة. هاي القطعة لا، هو أخذها، هي قطعة قديمة، هاي القطعة حتبقى عنده 15 سنة وعشرين سنة. هاي الفكرة اللي أنا حاسس أنه عم ترجع تشجع الأجيال الجديدة ترجع للحرف اليدوية، ترجع للشيء الأصلي. بعد شوي لأنه صار ممل، التكنولوجيا زيادة صارت مملة، صارت موجودة بأي مكان، بتطور رهيب سريع جدا. صحيح. أي هل في موزايك في العالم كله، في دول العالم كله ممكن تنافس هذا الفن والحرفة السورية؟ أنا كدمشقي أقول لا. كدمشقي لا؟ كدمشقي بقول لا. القطعة اللي عنا جد، حتى المعيد عم يقول لي دمشقية، يعني عم يأكد لي. بصراحة في فكرة جد، لما يجي لعندي حدا على المحل فرضا، فجالس أنا مثلا بكون جد حدا أحيانا بتدمع عينه، يعني روحنا تاريخ تاريخ فعلا، يعني ما في حدا شامي، مستحيل يكون في حدا شامي دمشقي أو سوريا عموما، أو كمان بحالات في بشكل عام شكل شخص عربي. كثير منا عندهم هاي القطع جايته هدية كانت موجودة ببيت سته ببيت جده وتوارثتها الأجيال. هالقطع هاي جد ماشي من تاريخنا نحن، يعني بتوقع أي حدا جد نسبة كبيرة من العالم عنده شايفين هالقطع، مو أبو أمه من سته وجده، موجودة وعمرها 100 سنة، 50 سنة، 70 سنة. احنا يعني بنتذكرها في المسلسلات، بنتذكرها في بعض المحلات وين ما رحنا. فكذلك هناك موزايك مصري، تعرف؟ في الموزايك المصري، صحيح. ممكن الواحد يفرق بين الموزايك المصري وموزايك دمشق؟ هلا الموزايك المصري والموزايك الدمشقي كفكرة عمل هن متشابهين، كمان الفكرة أنه هنيك يستخدم أنواع مختلفة وتتقطع لقطع صغيرة وتنحط قطع جنب قطع. بس في فرق بسيط بأنواع الفينيشينج تبع القطع، وبفكرة تانية أنواع النوع المواد المستخدمة. هلأ بالنسبة لنا نحن نستخدم أنواع مختلفة من الخشب ونستخدم الصدف. في مصر بيستخدموا العظم، بيستخدموا الصدف بأنواع مختلفة، بيستخدموا البلاستيك أحياناً كمان بأنواع مختلفة. فعندهم تلاقي القطعة شبيهة كتقنية تشغيل، شيء شبيه جداً، بس الفرق بالألوان. هيك حتلاقي القطعة على أبيض لأنه المواد المستخدمة أغلبها أبيض أو درجات الأبيض. نحن بتلاقي القطعة ألوان الخشب، ألوان الطبيعة. هذا بتوقع فرق بسيط يعني بين الموزايك المصري والموزايك الدمشقي. بحسك كثير متحمس وانت تحكي عنه، وهذا يدل انك بتحب هذا الفن وبتحب هذه الحرفه بشكل كبير. جدا جدا. ما كنت خايف انك تخاطر ربما تطلع من سوريا، تطلع من دمشق وين عارفين هذا الفن، وتجي على دبي تعملها؟ شوفي بصراحه فكرتين، الفكره جد انا بحب انه تنتشر هذا الشيء يعني، والفكره الثانيه ليش حددت دبي تحديدا، بصراحه بدبي ما في شيء مستحيل. فجيت بصراحة بديت شيء كتير صغير، حتى بديت كنت شغال إنستغرام، كنت شغال بازارات وهالشغلات هاي، بعدها الحمد لله تطورت الأمور،
تطورت الامور لسبب واحد، انه انا فعلا عم بعطي شيء مميز، عم بعطي قيمه للعالم، ما عم بيعهم شيء تجاري، ما عم بيعهم شيء كذا. والسبب الثاني الاهتمام العالم، العالم مهتمه تستفيد، تاخذ شيء فعلا عليه قيمه. فهذا الشيء طور الشغل والله. وكمان عملنا بابو ظبي تعاون مع احد الاشخاص، وكمان سوينا بدبي من جديد. بدبي كانت الفكره انه انا حابب استهدف السياح، انا حابب استهدف الزبون الاجنبي لما يجي على بلد عربي. ونجحت بهذه الفكره الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. انا كانت فكرتي من سوق دبي، من سوق ابو ظبي كان استهداف السوق المحلي بصراحه، كمواطنين، كوافدين، كعرب بشكل عام. بس فتح لي مخي على شيء جديد، انه السياح. وفعلا وقت جيت على دبي وشفت السياح ردت فعلا على هي القصص كانت جدا جميله، لما عم بنشر ثقافتي ببلدان مختلفه. بتفهم لانه القطع جميله جدا جدا. قاعد بدبي يعني قاعد بكل العالم، في عندي من كل العالم جنسيات، زوار وكذا. انت اعطيتني معلومات كثيره عن الموزايك وعن هذا القطع، يعني الواحد لما يشوفها من برا ما يعرف انه فيها تفاصيل هذه الدرجه، وانه اكثر من نوع خشب مصنوع بها في قطعه واحده. مثل احيانا 10 و15 نوع، احيانا 20 نوع. شو هم الانواع اللي تستعملهم بكثره في هلا؟ الكثره بصراحه خشب الجوز، خشب الزان، خشب الورد، خشب المشمش، بشكل اساسي خشب الجوز بشكل اساسي. حتى كصلب القطعه هي خشب جوز غالبا بتكون. بس كالرسمه الخارجيه هي انواع الخشب المختلفه، فبتكون زيتون وورد ومشمش وكينا. كان عندنا غوطة دمشق كثير منكم بيعرفها، انواع الخشب الطبيعي وانواع الشجر الكثير كثير كثيره. فمن غوطة دمشق طلعت هالانواع هاي. والله جبت لنا ريحة دمشق. جبت لنا ريحة دمشق. اي والله، شكرا لك، شكرا جواد ظريف على هاي المعلومات كلها، والله استمتعنا بها وشفنا قطع جميلة جدا مصنوعة يدويا. وبرافو عليك انك انت عم تحاول انه تخلي هذا التقاليد وهذا التراث الدمشقي عايش. باذن الله يستمر دائما باذن الله. ان شاء الله، شكرا لك يا جواد. اذا مشاهدينا فاصل قصير، برنامج اليوم مستمر. أهلا بكم مشاهدينا. ما هي قصة نيرة طالبة جامعة العريش؟ هل قتلت أم انتحرت؟ دعونا نتابع التفاصيل. راح نغير ترتيب الحلقة اليوم وحطوا السؤال في أولها. لو تعرضتم للابتزاز، كيفاش كنتوا راح تتعاملوا مع الموقف؟ كيفاش كانت راح تكون ردة فعلكم؟ في انتظار إجابتكم خلوني نحكي لكم قصة نيرة، البنت اللي عمرها 19 سنة واللي ما تحملت الضغوطات وانتحرت بسبب ابتزاز زميلين لها بالجامعة. قصة طالبة العريش كما سموها عبر السوشيال ميديا وقعت قبل 4 أيام، لما استقبلت مستشفى العريش العام طالبة مصابة باضطراب في الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية ونبضها ضعيف بسبب تناولها مادة مجهولة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها إلى أنها فارقت الحياة. الرواية المنتشرة تقول أنه نيرة انتحرت لأنه كانت ضحية ابتزاز، التقطوا لها الصور من غير ما تعرف وهي تستحم، وبعدها ابتزوها بها، ابتزتها صديقتها وصديق صديقتها. لماذا؟ لأنه وصل المبتزة أنه نيرة تكلمت عنها بالسوء، فلوقف عند حدها شافت أنه الابتزاز وتصويرها في وضع مثل هذا أنسب شيء ممكن تعمله والحل المثالي. لم يتم ابتزاز نيرة على الخاص، لا، عملوا هي وصديقها جروبات لزمايلهم في الكلية واتخذوا من نيرة مادة لهم للتنمر والضحك، متجاهلين النتيجة الكارثية اللي كان ممكن يوصلوا لها واللي وصلوا لها بالفعل. نيرة ترجت شروق لعدم نشر الفيديو والصور وتأسفت على شيء مثل ما قالت هي ما عملتوش، لكن شروق اختارت أنها تتجاهل، اختيار حطها في موقف لا تحسد عليه. فبعيون المصريين والعالم العربي شروق المبتزة مجرمة. عبد الرحمن قال عن هذه الحادثة: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يأخذ حقها المسكينة منهم. نفسي أشوف ردة فعل شروق وحبيبها طه كيف بعد ما سمعوا خبر وفاتها. صاحبة حساب لايف استغربت وكتبت: تنتحر عشان واحدة صورتها في الحمام كان راحت وعلمت أهلها وقدموا شكوى للجهات المختصة. سهل الكلام يا صديقتي، وبالرغم من أني نشاركك نفس الرأي بنسبة كبيرة، إلى أنه الظروف اللي عاشتها هي وحدة الأعلم بها، وكل شخص وقدرة تحمله. للأسف لا أبرر الانتحار، ها؟ بالعكس أرفضه تماماً،
لكن في نفس الوقت ما نقدروش نحكموا عليها. احنا ما نعرفوش اصلا التفاصيل الحقيقيه لهذا الواقعه. ها بالحديث عن التفاصيل الحقيقيه وعن الاخبار من الدوله، كاين معلومات اخرى لازم نحكيوا عنها بالرغم من انه مش متاكدين من صحتها لحد اللحظه 100%. معقول انه تكون نيره قتلت ولم تنتحر؟ القصه صارت بزاف معقده. السؤال اللي يبقى مطروح، وينها شروق؟ وين طه صديقها يعني؟ شو هي الاجراءات اللي راح تتخذ بحقهم؟ مش انا بس اللي تساءلت، كل النشطاء تساءلوا. لكن قيل انه شروق والدها سحب كل اوراقها وما لها اي اثر من يوم ما صارت الحادثه. اما طه نفس الشيء، ما كاين حتى خبر عنه لحد اللحظه. خلونا نشوفه، يمكن الايام المقبله راح تحمل لنا المزيد من المعلومات، واللي كان غلط في هذه الحكايه يخلص. حفل زفاف أسطوري لنجل نجم صراحة، الملياردير الهندي موكيش أمباني أغنى رجل في الهند. فاصل قصير مشاهدينا. أهلا بكم من جديد. مخيم الهول في سوريا قنبلة موقوتة على وشك الانفجار، وبالرغم من التحذيرات ترفض دول عدة إعادة مواطنيها وتعتبرهم خطرا على أمنها القومي. يعد مخيم الهول في سوريا الذي يضم عائلات قيادات وأفراد تنظيم داعش الإرهابي مركزا للفكر المتطرف في العالم، ويعد من أخطر الأماكن على الإطلاق بعد انتشار الأفكار التكفيرية بين أطفال ونساء الدواعش الذين يعتبرون ثقافة القتل حالة طبيعية لكل من لا يعتقد بأفكارهم. وبعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي وسقوط عرش دولته المزعومة، برزت المخيمات السورية كحاضنة لأيديولوجية التنظيم ومرتكزا حيويا لترسيخها ونشرها. ويضم مخيم الهول ما بين 68 إلى 73 ألف شخص. فخلال السنوات التي خلفت هزيمة التنظيم العسكرية شهد المخيم انتشارا للأفكار المتطرفة بنحو واسع على يد ساكنيه، من عائلات قتلى التنظيم والمحتجزين المتشددين والمتشددات ومن المتعاطين معه، مستغلين تردي الوضع البيئي والخدمي والصحي داخل المخيم والاكتظاظ السكاني الذي مهد لنشر فكر أيديولوجية تنظيم داعش.
ويعد هذا المخيم قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر بأية لحظة، قادرة على تدمير مجتمعات كاملة بسبب الأفكار الغريبة غير الإنسانية التي يتبناها سكنة هذا المخيم. وفي ظل المطالبات بضرورة إفراغه من قاطنيه ونقل كل مواطن إلى دولته، تكاد أن تكون وتيرة هذه العملية بطيئة جداً، فدول عدة ترفض نقل مواطنيها وترى أنهم تهديد لأمنها القومي الداخلي. وحتى الآن استجابت 24 دولة فقط وأعادت رعاياها من أصل 60 دولة. فكر متطرف وعقيدة راسخة لكنها بالية، تعتنقها نساء داعش وتزرعها في عقول أبنائها ليكونوا في المستقبل وقودا لحرب تشتعل مرة أخرى إذا لم يتم التعامل معها منذ الآن. فإلى متى سيتجاهل المجتمع الدولي هذه التحذيرات؟ وما هي الوسائل للضغط على الدول لسحب رعاياها من الهول؟ وكيف يمكن تصحيح أفكارهم المتطرفة؟ يكافح رجال الإطفاء من حرائق الغابات سريعة الانتشار في ولاية تكساس الأمريكية، وأعلن حاكم الولاية حالة الكوارث في 60 مقاطعة في الولاية. اكتشف باحثون من جامعة كيل في ألمانيا جداراً حجرياً في بحر البلطيق قبالة سواحل ألمانيا يعتقد أن عمره حوالي 11,000 عام. Sherlock Holmes freuen. Das ist ein deduktives Herantasten. Also wir haben diese 8500 Jahre, die es mindestens einsallen muss, wegen des Meeresspiegelanstiegs. Und dann ist die Frage, wofür ist sie gemacht worden? Also 8500 Jahre vor heute hatten wir einen Wald dort. Und das macht im Waldgebiet keinen Sinn, so eine Mauer zu bauen. Wenn wir davon ausgehen, dass es eine Jagdstruktur gibt oder ist, dann ist es Rentierjagd. Und dann müssen wir gucken, wann das Rentier diese Breiten verlassen hat, Richtung Norden. Und dann war das so vor 10.000, 10.500, 11.000 Jahren. فتاة أردنية على اليوتيوب تكسر الحواجز أمام تعلم لغة الإشارة.
الفئة المستهدفة بمشروعنا هو تعليم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية من سنة الأولى للسنة العاشرة حتى يدمجوا في المجتمع. رياح رياح. هدف أني تعلمت لأنه ما في برامج للأطفال للصم، ما في شخصيات 3D، فهاي الفكرة مع زوجتي حتى نعمل شخصية 3D، بعدين حتى نعملنا مشروع تميم وريم وطلعنا فيه الشخصيات بداية سنة 2022. خلصنا الحفاظ البحرية. محتوى تميم وريم اللي هو المحتوى الكرتوني بلغة الإشارة بيمكن الأم كمان تتواصل مع ابنها اللي عنده إعاقة سمعية تتعلم لغة إشارة، بالإضافة أي طفل ما عندهش إعاقة ممكن أنه يتعلم لغة إشارة، فهذا بيساعد على نشر ثقافة لغة الإشارة ودمج الأطفال في المجتمع. نطمح قدام أنه تميم وريم يكون هو المنصة العربية الأولى لتقديم معلومات هادفة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية أو للأهل اللي عندهم أطفال ذوي الإعاقة السمعية، لأنه معظم الأطفال اللي عندهم إعاقة سمعية بيجوا الأبوين أصحاء، فبكون الأبوين ما بيعرفوا لغة إشارة أو ما بيعرفوا إيش ممكن يقدموا لهدول الأطفال، فإحنا إن شاء الله لقدام نطمح أنه تكون هاي المنصة هي يعني زي المنصة الخاصة بهاي الفئة، أنهم يقدروا يتواصلوا معهم ويندمجوا في المجتمع ويصير لهم مكان في المجتمع. ختام هذه الحلقة من برنامج اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل كذلك، إلى اللقاء.